أهلا برج العذراء، في قناتي نشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أطول من أسبوعين، يعني من شخص إلى آخر بيختلف الوضع، فأنت خذ من القراءة. أيضا القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، فأنت خذ من القراءة الأشياء اللي بتحس إنها بتفيدك، واترك الأشياء اللي بتحسها مش منطبقة عليك، لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر. طبعا مثل دائما راح نشوف طاقتك وطاقة الحبيب أو طاقة الشريك و خطواتكم في المستقبل. خطواتك أنت والحبيب أو أنت والشريك في المستقبل، وشو مصير العلاقة بينكم في المستقبل. طيب راح نبلش أول بطاقتك يا برج العذراء. طيب هنشوف برج العذراء، عم تترك اشي بالماضي، ممكن عم تترك شخص او علاقة بالماضي لسه بالفترة الحالية او بالطاقة الحالية، عم تفكر بشخص بالماضي، عم تحن لشخص بالماضي. مبين انك كتير مشتاق لشخص بالماضي، لانه الكرتين عندك تكرروا مرتين هون، بالطاقة الباطنية وبالطاقة العامة. فمبين انه برج العذراء عم تفكر تجاه شخص معين تفكير عاطفي جدا، ولكن عم شوفك بنفس الوقت عم تتعلم انه تتقبل إذا الوضع بينك وبين الحبيب أو بين الشريك ما نجح. عم شوفك عم تتقبل استقلاليتك، وعم تحاول إنه تركز على مادياتك وعلى استقلاليتك أكثر، ولكن بنفس الوقت في شخص عم تفكر فيه وعم تحن الماضي بينك وبين هالشخص. أيضا عم تحاول إنك توجد التوازن بجوا حالك أو بطاقتك الداخلية مع هالشخص. ممكن يكون في بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه فرق بالسن، أيضا ممكن يكون في شخص أكبر، ممكن يكون في شخص أصغر، أو ممكن تكونوا توأم شعلة. ممكن إذا أنت امرأة تكوني أنت أكبر بالسن، أو إذا أنت رجل ممكن تكون أنت أصغر بالسن. عم شوف أيضا إنه علاقتك بها الشخص عم تظهر فيك، أو عم تحس إنها عم تظهر فيك الطفل الداخلي بجواك، أو كانت علاقة فيها نوع من البراءة أو فيها نوع من الطفولة. عم شوف إنه أنت بدك بداية جديدة عاطفية مع هالشخص، ولكن للبعض منكم اللي مش عم تتواصلوا حاليا عم شوف انك مش كتير عم تضغط على الامور، عم تحاول انه تترك الماضي في الماضي. او لمجموعة اخرى منكم ممكن تكون عم تحاول تترك علاقات سابقة في الماضي او اشخاص اخرى بالماضي من اجل بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد، لانه في عندك بدايات عاطفية جديدة هون. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم شوف إنه هو في عنده هالشخص بده يحكي لك إشي معين، أو عم يشوف إنه أنت علمته إشي بالعلاقة أو بالتواصل. ممكن تكون علمته اشياء روحانية، او ممكن تكون علمته اشياء
في مجال العمل أو تكون حفزته بمجال العمل، ولكن عم شوف إنه في عنده طاقة إيجابية. عم شوف إنه هو الشخص الأصغر هون بالعلاقة، عم شوف أنت اللي أكبر بالسن من هالشخص، ففي عنده إيجابية تجاه العلاقة أيضا بينكم، وفي عنده فكرة بأنه مصمم هالشخص أنه العلاقة بينك وبينه تنجح، وممكن يكون عم يخطط لإشي معين أيضا، لأنه عندك The Moon Card ففيها فيها أسرار، فهالشخص ممكن عم يكون عم يخطط بطريقة كيف يتقدم منك وكيف يتقدم لإلك، لأنه في إشي بباله هو بده ينتصر فيه، وعم شوفه عم يطمح إلى إنه يوصل إلى اكتمال بالعلاقة بينك وبينه. في طاقة متحركة بها الشخص بده يتحرك فيه، عنده طاقة نارية كتير عالية، فعم شوفه ممكن عم يحاول يدرس خطة معينة أيضا أو أسلوب معين مشان يتقرب منك. بالنسبة لبعض المشاكل اللي ممكن تكون واجهتكم انت وهالشخص، في حدا او في طرف بالعلاقة ممكن يكون حس انه مربوط، او ممكن احساس الانترابمنت او احساس انكم عم تحسوا انكم عالقين، ممكن ايضا يكون بسبب انه انت وهالشخص علاقتكم مع بعض علاقة أصدقاء في الوقت الحالي، أو ممكن ما اعترفتوا لبعض عن مدى حبكم تجاه بعض، لأنه عم شوف إنه بدكم بداية جديدة مع بعض، ولكن ممكن يكون عامل الصداقة بينكم واقف عائق بينك وبين هالشخص. في طرف خايف إنه إذا صار في اعتراف بهالمشاعر بينكم، إنه ممكن يخسرك من حياته، أو يخسرك كصديق، أو يخسر التواصل معك، ولكن عم شوف إنه هو عم يحاول يحط مجهود بطريقة غير مباشرة، وفي طرف عم يحس بخيبة أمل شوي لأنه الوضع طول، أو عم يحس إنه الوضع مش عم يتحرك بينك وبينه. في طرف عم يحط مجهود هون وعم يحس انه مش عم يعود لإله بالمقابل او بالسرعة اللي هو بده اياها تمشي فيها. بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج العذراء، عم شوف لسه في عندك بالمستقبل، لسه عم تحس ممكن تحس انك مظلوم من قبل هالشخص، او ممكن تحس انك انظلمت بها التواصل وبها العلاقه، لانه في شخص اعتبرته سول ميت هون، وفي عندك بدك عم تطمح الى بدايه جديده مع هالشخص، وفي عندك عرض عاطفي وبتشوفه سول ميت، ولكن عم شوف انك عم تاخد موقف ومش عم تحكي من الاشي اللي بتحس فيها، ولكن ممكن تحس انك مظلوم من قبل هالشخص، او بتحس انك مظلوم بها العلاقة، او تحس انه مظلوم بسبب الزمن او بسبب الظروف الخارجية، خارج عن قدرتك وعن قدرة الشخص اللي عم تتعامل معه. ولكن مبين برج العذراء في انت بهالفترة القادمة بحاجة انك تركز على حالك اكتر، وتحاول تستشفي اكتر من الوضع اللي انت فيه، او تسمح لحالك انك تستشفي اكتر، وتترك مفهوم انه انت مظلوم بهالعلاقة او بسبب شيء معين، تاخذ
يعني تاخذ الامور في سيطرتك وتقوم بتغييرها انت الافضل، لانه عندك القدرة. بس اغلب مواليد برج العذراء عم شوفهم مش شايفين هالاشي. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل وخطوات الشريك في المستقبل، عم شوف انه من الناحية، سوري حبايبي الكاميرا قطعت معي، حبيبك بخطواته بالمستقبل من الناحية العاطفية عم شوف انه الشخص صار ناضج اكتر في الفترة القادمة، او رح ينضج اكتر بالفترة القادمة في من ناحيته، لكن رح يكون بالمستقبل شوي ريزيستنس، او شوي عم يحس ممكن شوي انه لازم يدافع عن حاله هالشخص، او عم يحط صورة معينة وعم شوفه عم يحاول يخبي حقيقة مشاعره، او الطفل الداخلي اللي جوا. عم شوف ايضا المادة رح تكون، او الماديات رح تكون تركيز مهم بحياة الشخص بالمستقبل، ولكن في ملكين هون طلعوا، يعني عم شوفه من الناحية المادية رح يتطور وضعه، وأيضا من الناحية العاطفية معك عم شوف انه مشاعره فيها نضج اكتر بالمستقبل. اذا كان في ممكن يحس انه شوي مهاجم من قبلك، او ممكن دائما يحس انه بحاجة للدفاع عن حاله هالشخص، بحاجة انه يثبت شخصيته او يثبت موقفه او يثبت فرصته. طيب بالنسبة لطاقتكم في المستقبل، هنشوف في تواصل رح يصير بينكم، لانه في عندك 8 of Wands Temperance، وفي عندك ايضا Say What You Mean. التواصل اللي رح يصير بينكم بالمستقبل في رح يكون نوع من الصراحة ايضا، وممكن يكون في مثل المواجهة، يعني ند بند ممكن يكون في مثل المواجهة. عم شوف انه حاليا انتو دايرين ظهركم لبعض، ولكن بالمستقبل عم شوف انه في توازن اكتر بينكم وبالتواصل، وفي نية من الطرفين انه يكون في شفاء للوضع العاطفي بينكم، او حتى يعني صراحة للوضع العاطفي بينكم، او حكي يعني بكل صراحة. طيب انا عندي هون رسائل ممكن تجيك، او الحبيب او الحبيبة ممكن تكون بدها تحكي لك هالرسائل. بدنا نشوف شوفي يعني شو هالشخص بده يحكي لك. ايضا اذا حبيتوا فكرة هالرسائل، او اذا شفتوها انطبقت عليكم، حطولي تحت بالكومنت لحتى نكملهم للفيديوهات القادمة. طيب انا راح اخذ كمشة بكفي هيك، بدنا نشوف شو هالشخص، شو هي الرسائل اللي بده يحكيها لإلك. I realize that I chose the wrong person. فإذا في للبعض منكم انتو بعلاقة ثلاثية، او في شخص اخر بحياة هالشخص، هالشخص بيحب انه يحكي لك انه هو بيعرف انه اختار الشخص الغلط، او حاليا عم يعرف انه اختار الشخص الغلط. اذا كان البعض منكم في اختيار، pray for me. هالشخص بده اياك تتفهم وضعه حاليا، بده اياك ايضا ترسل له طاقة شفاء وتدعي له، لانه بيحس انه عم يمر بتجربة صعبة. I am watching you real life or social media. فهالشخص عم يتابع اخبارك بالسوشيال ميديا،
أو بالحياة الحقيقية إذا كنتوا يعني عم تشوفوا بعض في الحياة الحقيقية، ولكن هو عم يتقص أخبارك وعم يشوف جديدك على السوشيال ميديا. I respect your work and ambition. It makes me want to take care of you. هالشخص بيقدر المجهود اللي أنت بتحطه من الناحية المادية، بيقدر أيضا طموحاتك، وهي واحدة من الأسباب اللي بتخليه بده يشتغل أكتر على حاله لحتى يعطي لإلك أو لحتى يهتم فيك ويعطيك اللي بتستحقه. I am planning something. فهالشخص عم يخطط حاليا بإشي معين، ممكن يكون شيء بالعمل أو ممكن يكون إشي بخصوص العلاقة، ولكن حاليا عم يخطط لإشي معين. I am sorry for the past pain your exes and or I may have caused you. هالشخص للبعض منكم إذا هالشخص جرحك عم يتأسف لأوجاعك في الماضي اللي ممكن تكون صارت لك من علاقات فاشلة بالماضي، أو ممكن هو يكون سبب لك الألم اللي أنت عم تحس فيه حاليا، يعني عم يحس بغلطته. I talk about you only to those who matter to me. فهالشخص بيحكي عنك لأصدقائه أو للأشخاص اللي هو فقط مهتم فيهم، أو يعني الأشخاص القريبة جدا من هالشخص، ممكن تكون أفراد بالعائلة أو ممكن تكون أصدقاء مقربين من هالشخص. ولكن هو بيحكي عنك مرات، ممكن يسأل شو الخطوة القادمة اللي ممكن يساويها بخصوص هالعلاقة بينكم، يعني ممكن يكون عم يحاول يجمع رأي من أشخاص أو يشوف شو نظرة الأشخاص الأخرى، ولكن الأشخاص اللي بيهتم لهم اللي بيثق فيهم. يعني رح نشوف آخر إشي كروت للنصيحة ممكن تستفيد منها بالتواصل مع هالشخص. طيب، للبعض منكم اللي منغلق على حاله حاليا، عم شوف انه في اشخاص بدها تقدم لك ايد المساعدة، او ممكن هالشخص حتى بده يساعدك، وانت عم شوف انه في عندك مشاكل بالثقة بالاشخاص حولك، ولكن بده ما يكون في عندك نظرة سلبية للوضع، لانه في اشخاص بالفعل عم تحاول تساعدك، والدلالة بانك تعرف الاشخاص اللي عم تحاول تساعدك انه تستخدم الانتويشن تبعك او تستخدم حدسك او صوتك الداخلي، لانه انت حاليا انتويتيف او انت حاليا متواصل مع روحك الداخلية، بمعنى انه صوتك الداخلي ممكن تثق فيه حتى لو كان مش كتير منطقي، لانه ايضا إذا في عندك أي خطوة بدك تقوم فيها أنت محمي حاليا، وممكن تقوم بها الخطوة لأنه الوضع أو المساحة مفتوحة لإلك لحتى تقوم بأي خطوة أنت بدك تقوم فيها. يعني صار هلأ وقتك المناسب لحتى تقبل أي تحدي ممكن يجي بطريقك، وأيضا رح شوف أنه الأشخاص اللي حواليك رح تتقبلك أكتر بيها الفترة، فما تحس إنه وما تستحي أو ما تحس إنه أنت أو ما في عندك الثقة الكافية. قوم بالخطوة اللي بدك يعني تقوم فيها أو اللي بدك تشتغل عليها. أوكي حبايبي برج العذراء، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.